شكرا سيد النائب المحترم. اولا انتم متتبعون لما نقوم به في القطاع وتعلمون باننا اصدرنا تقرير لاول مره في تاريخ مؤسسه الرعايه الاجتماعيه تشخيصي لوضع هذه الهيئات، ومن بعد وضعنا مقاربه اصلاحيه دخل فيها اننا خاصنا نديروا بطاقه تشخيصيه لكل مؤسسه. بدينا بمؤسسات الاشخاص المسنين والعمليه قد اكتملت. ثاني شيء هو تكوين العاملين الاجتماعيين المتخصصين، لان كان العامل الاجتماعي كيدير كل شيء، كيكون جالس المسن وكيتعامل مع الشخص المعاق وكيتعامل مع الطفل المتخلى عنه وكيتعامل مع المراه في وضعيه صعبه، هذا غير ممكن. الان هناك تخصصات حسب الفئه المستهدفه. ثالث شيء هو تعبئه الدعم من خلال المؤسسات المقاولاتيه في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولة. طبعا في المخطط التشريعي عندنا القانون 1405 في الجدولة، هو جاهز سيحال على الأمل العامة في قرب الأوقات، وطبعا هناك اشتغال على بروتوكول تكفل حسب الفئات المستهدفة. من 1909 كنا في مؤسسة واحدة، اليوم في 2015 عندنا ما يزيد عن 1500 مؤسسة. هذه المؤسسة عندها يعني تخصصات مختلفة. طبعا القانون 1405 جاء في 2005 لكي ينظم، اليوم بعد تقريبا 10 سنوات كيحتاج إلى التعديل، فهو اليوم جاهز معدل لإصلاح هذه المنظومة. هناك متدخلين أساسيين، وزارة التضامن وزارة الداخلية، لكي يشتغلوا في انسجام. لكن مشاكل المؤسسات كثيرة جدا، عندك كل يوم إطفاء الحريق، كل يوم. فالمشاكل البنيوية غادي يحلها القانون، ولكن المشاكل المرتبطة بالإنسان في التدبير في تسيير المؤسسات، هذاك خصو واحد الوعي، وخصو كذلك نساهموا جميع في إرساء ثقافة حقوق الإنسان وثقافة التضامن. شكرا سيدة النائبة. سيدة الوزير.